منذ 7000 عام تعلق نجمها عاليا شرق المتوسط، فأضاء الليل للبحارة والعابرين والتجار والقديسين والفرسان والشعراء. هنا البداية، في قلب سوريا القديمة ولدت أبجدية أوغاريت الأولى. ومنذ 4000 عام كان شاعرها الواقف على ربوة في أوغاريت ينشد: هلموا إلي، الحق أقول لكم، الحرب مخالفة لشريعتي، لتنكسر أدوات الحرب وأسلحتها وتصير سككا للفلاحين ومحاريث للزراعة. وهنا جرت أولى الألعاب الأولمبية في عمريت ماراتوس، وهنا بدأت خطوات البشرية الأولى في الزراعة والفنون والديانات والتجارة والقانون. من هنا خطت الحضارة الإنسانية أولى خطواتها في مغامرتها الرائعة. ومن هذا الساحل وسط شرق المتوسط تدخل إلى سوريا، إلى قلب العالم ومخزن حضاراته القديمة. ومن البحر تصعد مع الشمس التي تلوح الجبال التي تمد أرجلها إلى البحر مستريحة من ارتفاعها الشاهق. وهنا سحر عذري يشهق الجمال والنقاء في أنحائه أن اتجه البصر، وترتفع على روابيه الشواهق فنادق وموتيلات فخمة تستقبل الناس ليملأ المكان بصخبهم وحضورهم الحميم. وقد تحققت البنية التحتية المتماسكة لخدمة هذه الأماكن الرائعة في شبكة طرق وكهرباء وماء زلال يترقرق من بين صخورها في ينابيع عذبة أو معدنية فيها شفاء ودواء. من كسب المدينة الصغيرة الوادعة في حضن الجبل الشاهق إلى سلنفة التي تتربع على قمة مرتفعة تطل على سهول الغاب الخضراء. ومن البحر إلى صافيتا المدينة التاريخية ببرجها المرتفع، ودريكيش بمياهها المعدنية الرائقة، إلى مشتى الحلو الوادعة بين غابات الجبال المثمرة. ونصل إلى السفح الأخضر المذهل حتى انحدار الماء والجبال على سهول حمص وحماة وحلب. وعلى رمال هذا الساحل الذهبية أقيمت العديد من المنشآت السياحية من فنادق ومنتجعات ومسابح ومطاعم. يأتي السياح تجذبهم مواقع رائعة هناك، حيث يحلق البصر في مشهد لا ينكسر: بساط سندسي اشتغل عليه الزمن دهرا فشكله من كل لون. في ذلك المدى الشاسع تركت اليد السورية بصماتها الحضارية، من قلاع شاهقة إلى كنائس إلى قصور وأقنية وسدود في سهل خصيب يمور بكل ما تحلم به العين. ها هي أفاميا، تلك المدينة الهلنستية المدهشة، حيث تجاور الإبداع السوري واليوناني. لعلك إذ تسرح قليلا تبصر زينون الرواقي بين أعمدتها من حيث مر الإسكندر المقدوني، وتصمت قليلا لتنصت إلى نواعير حماك المدهشة وقلعتها وكنائسها ومساجدها وقصورها. لقد استراح التاريخ طويلا على ضفاف العاصي. ثم تطلق نظرة إلى فارس بهر الغرب الإفرنجي، إنه أسد شيزر، الأمير الشاعر، الفارس الطبيب أسامة بن منقذ. وإذا ما ارتد طرفك إلى جبال مصياف الأزلية الخضرة سوف تتشوق إلى حضور جلسة معرفية سابقة لعصرها مع إخوان الصفا وخلان الوفا. أو يمر بك موكب الزفاف الأسطوري لجوليا دمنا إلى القائد سيبستيموس سفيروس. هناك في روما أنجبت هذه الحمصية العبقرية سلالة من الأباطرة، ويرن عود ويغرد مزمار: نحن في الطريق إلى حلب. وهنا في المعرة مدينة العبقري
فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة أبي العلاء المعري، في بيته ومدرسته التي احتضنت عبقريته التي لا تفنى وكانت مكانا لتأملاته وصوفياته العميقة. كلما هلل الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل، وتنصت لروميات أبي فراس الحمداني، ويسطع المتنبي شاهرا عبقريته على الدهر. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، هذه هي حلب. سيف الدولة والفارابي وأبو فراس والمتنبي وابن الصنوبري، حلب المجد والحضارة، مدينة التجارة العظيمة والعلم، جسر الشمال إلى الجنوب، كان يبرك على أبوابها 10,000 جمل كل يوم. واليوم هي مدينة حديثة بفنادقها ومطاعمها ونواديها الراقية ومعاملها الشهيرة في كل العالم. ومن هنا نذهب شرقا ليطالعنا الفرات العظيم بجلاله، حيث يروي ديار ربيعة ومضر في بقعة من أخصب بقاع الدنيا. هنا كانت عشتار تجد متسعا لتشع بسحرها على السهول، فيخصب داجون الحقول وينضجها شمش، لتمتلئ أهراءات العالم القديم بالخير والشعر والموسيقى والحكمة. وهنا الصالحية وحران والرها والرقة البيضاء، هنا في وسط الصحراء تنتصب جوهرة فاتنة، إنها رصافة هشام بن عبد الملك الذي كان يسير من عاصمته دمشق إلى هنا في بساتين خضراء وارفة الظلال. أمويون، فإن ضقت بهم ألحق الدنيا ببستان هشام. ومنها كانت الراية الأموية ترفرف من الصين إلى الأندلس آبدة يجلها المسلمون والمسيحيون معا، ففيها دفن أول شهداء المسيحية، كما كانت مقرا للسادة العرب من الأمويين. وها هي وسط البادية تلمع جوهرة أسطورية هي تدمر، عروس المجد الصحراوي، مملكة أذين وزنوبيا، الملكة الثائرة من أجل الاستقلال والمجد. هنا حكاية لا تملها الأيام، حكاية القوافل والشجاعة والتسامح والفن المذهل والمعمار العظيم، جنة القوافل والمسارح والمعابد، واحة تجار العالم في القرون الميلادية الأولى. وكانوا يقولون إذا أردت لتجارتك أن تصل بأمان فارسلها مع قوافل تدمر يحرسها طائرها الحر الباهر، والذي يموت كمدا إذا انتزعت ريشة من قوادمه. هذا وطن راسخ كالحقيقة، بادية ممتدة ذهبية الألوان صيفا، خضراء يانعة في الربيع، إنها رمز لاستمرارية الحياة على مر العصور بالرغم من بائنات الدهر التي مرت عليها. إنها قبلة الأنظار، السياح يأتون إليها من أصقاع الأرض. وتخرج من البادية غربا لتجد أمامك ديرعطية، المشرفة على الطريق السريع الواصل بين دمشق ومدن الشمال والشرق، غربية جبال الثلج وشرقية جبال البادية، وعبرهما كانت القطعان والقوافل لا تهدأ ولا يغيب رنينها. إنه طريق دولي يمر فيه عدد كبير من السيارات يوميا. على يمينه تلك الجبال المتوجة الفريدة في العالم التي كانت وهادها من أقدم ملاذات الإنسان. هناك في تلك البلدات المنحوتة من الصخور، معلولة، جبعدين، صيدنايا، الشيروبيم،
ما تزال الآرامية لغة السيد المسيح عليه السلام محكية بين الناس كما اليونانية في حميدية طرطوس. أمكنة تختلط فيها الأنفولة بالواقع، فتراها بأم العين تحاورك وتذهلك. بلى، أنت أمام الحقيقة المنحوتة بالصخر، أنت أمام اليقين. يأخذك الهواء المنعش النفاذ مسرعا إلى دمشق، أقدم عاصمة مأهولة في الدنيا، أكبر معبد وأقدم كنيسة وأكمل مسجد بناه الوليد بن عبد الملك. فشع الإسلام الحضاري المتسامح من حدود الصين إلى حواضر الأندلس، وشعت سمرقند وازدهرت قرطبة. فيها أسس حنانيا كنيسته الأولى، ومنها خرج بولس الرسول لينشر المسيحية في العالم القديم. في دمشق يستريح التاريخ بهدوء كراهب متبتل يشهد على توالي الأيام. عاصمة لإنجازات الروح والعقول المبدعة، وهي مكان لا بد منه. فمن في هذا العالم ليس له زاوية قدسية في دمشق؟ المؤمن والفنان والباحث والصوفي والقادم ليملأ حقائبه بأجمل إبداعات المشرق الفخارية والزجاجية والذهبية، من نسيجها البديع وأوانيها الفاتنة وسيوفها ومنمنماتها. فدمشق حكاية الإنسان ومرجع لكل ما يشغل قلبه ويلهم روحه ويبهج عينه بأوابدها ومنشآتها الحديثة واستثماراتها القادمة. وإلى الجنوب من دمشق لا تنتهي المغامرة التاريخية السياحية المشوقة. في شهبة أشاد ابنها الإمبراطور فيليب العربي روما صغيرة ما تزال على حالها، وعلى منقلها الغربي رفع أعمدة بصرة ومسرحها الأكثر كمالاً الذي يتسع لخمسة عشر ألف متفرج، وأشاد مستودعاتها المائية. وعلى بعد أمتار بيت الراهب بحيرة ما يزال شاخصاً، ومبرك ناقة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كانت بصرة عكاظ الشام، وتحت أرضها ستفاجئك حماماتها الملكية المثيرة، وفي الأعلى شوارعها العتيقة وأعمدتها الباسقة. لم يبقى إلا أن يطل فيليب محييا أبناءها أو يرفع بحيرة ستارة صومعته مؤمنا برقة ماسك. تفضلوا إلى بلدي، هنا الأمان والكرم والحق. ولا شك أنك إذا ما تجولت في حوران حيث تنتصب جبال الجولان لن تستطيع الفكاك من صهيل الذكريات. في اليرموك وجابية الغساسنة وصهيل الخيل وعزيمة الفرسان في أخصب بقعة في بلاد الشام، وفي جبل حوران حكاية أخرى نسجت خيوطها قرنا بعد قرن منذ آلاف السنين في قنوات والسويداء وتلك الأوابد الآرامية العربية الهلنستية الرومانية الإسلامية الباقية شاهدا أزليا. إنها سوريا منذ أن وجدت كانت وطنا للحقيقة والحق والمعرفة والحوار، وطن الأبجدية الأولى والمكتبة الأولى واللحن الأول والملحمة الأولى والمحراث الأول والمركب الأول ودورق الفخار الأول والمرآة الأولى والسباق الأولمبي الأول وأطواق الغار الأولى. أيها الوطن الرائع، إنك تستحق الكثير، فأنت من علم البشرية كل شيء تقريبا، كما يقول المؤرخ الشهير ويل ديورانت، وكما يقول الباحث العبقري الفرنسي أندري بارو محافظ اللوفر السابق، لكل إنسان متمدن وطنان، وطنه الأصلي وسوريا. تعالوا إليها، حاوروها، اكتشفوها، ولسوف تدهشكم بتاريخها وحاضرها.